في تطور جديد بدير الزور، مديرية للمواصلات بعد سنين من التوقف، إذ افتتحت قبل أيام مديرية المواصلات التابعة للإدارة الذاتية في ريف دير الزور، والهدف ضبط المواصلات وإنهاء الفوضى. إنشاء المديرية في هذا التوقيت جاء عقب سلسلة من الشكاوى من سرقة للسيارات إلى فوضى الأسعار وكذلك السيارات العمومية، إذ تسعى المديرية لضبط المواصلات وتقييدها في سجلات رسمية. تدخل السيارة نعملها فحص كامل، من قص، من تزوير، من تلاعب بمواصفات السيارة، نأخذ بيانات السيارة كامل، نوعها، ماركتها، الصانع، الطراز، اللون، تاريخ الصنع، رقم الشاصية، أهم شيء هو اللي يكون فيه التلاعب. نحاول نتأكد أن الرقم إذا يكون صحيح ومطابق للأوراق صاحبة للسيارة. كاميرا دير الزور 24 زارت المديرية ووقفت على طبيعة عملها، إذ وضعت المديرية قوانين وضوابط لتسجيل المركبات في المنطقة، تشمل براءة ذمة، تخول صاحبها تقييدها باسمه، وتأتي الخطوة لمنع السرقة والتأكد من تلك السيارات. ومع هذه الإجراءات الجديدة تسعى المديرية لتقييد السيارات الأوروبية التي يملكها الأهالي، وتلك قضية تحتاج إلى إيصال جمركي للتأكد من السيارات. المقصد من هذه الدائرة هو خدمة المواطنين بشكل عام، فيتم التسجيل إن شاء الله بآلية عمل مبسطة وسهلة ما فيها تعقيدات ولا روتين. يأتي المواطن يعني تقريبا يسجل له دور، ثم يعطى رخصة مؤقتة لمدة 3 شهور، وبعد الرخصة يأتي ويأخذ رخصة لمدة 2 سنين. طبعا يتم فحص الأوراق الثبوتية بشكل كامل من أجل تكميل الأوراق، وبعدها يدخل إلى لجنة الفحص. لجنة الفحص تتأكد من السيارة سواء كانت إدخال أوروبي أو سورية، أو في بعض المصطلحات الموجودة عندنا بالمنطقة وهي جديدة، مثل سواء كانت العرعورية أو القصة، فيتم التعامل معها بحسب الشروط يعني الواجبة في التوافر لدينا. إذن مديرية للمواصلات بدير الزور مديرية تعمل وفق ظروف صعبة، فآلاف السيارات بلا قيود، وتلك مهمة شاقة أمام عملها، كما أن الخطة لاقت ترحيبا من الأهالي للحفاظ على أملاكهم. فهل تنجح المديرية في إنهاء فوضى المركبات، أم أن الواقع سيكون صعبا أمامها؟ Thank you.